إنها أفكارك، أفكارك أنت فقط هي التي تشعرك بهذه التعاسة. ملخص كتاب: الشعور الجيد، العلاج الجديد للتقلبات المزاجية. تأليف ديفيد بيرنز، بصوت زيد حداد. هل تعلم ماذا يطلق على طريقة تفكيرك حول الأشياء والأحداث من حولك؟ أو لربما الأصح أن تتساءل عما إذا كنت تدرك هذا الأمر؟ لأن جميع ما يدور في عقلك من أفكار وأحكام يمثل إدراكاتك. تخيل ما مدى تأثير إدراكاتك على رؤيتك للحياة. لربما ستجد الإجابة في مقولة الفيلسوف الإغريقي إبيكيتيوس: إن الناس يشعرون بالاضطراب ليس بسبب الأمور الحادثة، بل بسبب وجهة نظرنا عنها. وهذا ما يفسر مفهوم وغاية العلاج الإدراكي الذي انتشر مؤخراً كعلاج نفسي بين أخصائي الصحة العقلية وعامة الناس، إذ إنه مفيد للغاية للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والقلق وغيرها من المشكلات النفسية كالوسواس القهري واضطرابات الأكل. ولقد أثبتت الدراسات التي أجريت على المرضى فعالية العلاج السلوكي لدرجة أنه قد يكون عاملاً مساعداً في تغيير بنية وكيمياء المخ البشري. وهنا سأعرفك على مجموعة من أساليب العلاج الإدراكي التي تعد بمثابة دورة للعلاج النفسي أو الوقاية من حدوثه. الفصل الأول: يساعد العلاج الإدراكي في علاج الاكتئاب والتحكم بالتقلبات المزاجية. يخيم شبح الاكتئاب على العالم اليوم، ومع تفاقم خطورة هذا المرض أحدث مجموعة من الأطباء وعلماء النفس ثورة علاجية فعالة تقلل من أعراضه، وهي ما تسمى بالعلاج الإدراكي. في البداية يجب أن تتحقق ما إذا كنت تعاني من الاكتئاب أم لا، ويمكن لقائمة بيرنز المرجعية للاكتئاب أن تكون أداة فعالة لقياس حالتك المزاجية وتحديد درجة اكتئابك. على سبيل المثال، تحتوي قائمة بيرنز على 4 أقسام، وهي المشاعر والأفكار والأنشطة والعلاقات الاجتماعية والأعراض الجسدية وأخيراً النزعات الانتحارية، لتحدد من خلالها حالتك ومشاعرك. وستعرف ما إذا كان اكتئابك بسيطاً أم بدرجة متوسطة أم اكتئاباً حاداً وبحاجة إلى تدخل فوري من أحد المختصين. ينتج الاكتئاب بفعل الأفكار السلبية المشوهة، وأبرزها التفكير بطريقة كل شيء أو لا شيء، أي أن تضع الأشياء في فئتين إما أبيض أو أسود، والمبالغة في التعميم بمعنى أن تضع استنتاجاً بطريقة تعسفية عندما يحدث لك شيء مرة واحدة وتعتقد أنه سيتكرر دائماً، فضلاً عن التصفية العقلية، أي أن تصفي التفاصيل السلبية في أي موقف وتستغرق في التفكير في أن الموقف كله سلبي، عدا عن عكس الإيجابيات باستبعاد الأحداث الإيجابية وتحويلها إلى أحداث سلبية والتسرع في الاستنتاج السلبي ودون حقائق منطقية. من ناحية أخرى، يمثل التهويل والتهوين مثالاً آخر للتشوهات الإدراكية، وذلك إما بتضخيم الأمور أو تصغيرها بما لا يتناسب مع حجمها الحقيقي. والتهويل يحدث عادة مع المخاوف والعيوب الشخصية، أما التهوين فإنه يحدث مع جوانب القوة لديك. وكذلك هناك ما يدعى بالمنطق الانفعالي، بمعنى أن تجعل انفعالاتك دليلاً على الحقيقة، فإذا شعرت أنك فاشل تخبر نفسك أنك فاشل. كما قد يكون التشوه الإدراكي ناتجاً عن محاولة تحفيز نفسك بقول يجب أن أفعل ذلك، فتولد لديك مشاعر ضغط، وذلك ما يجعلك في النهاية تشعر باللامبالاة. ناهيك عن التوصيف وسوء التوصيف، فماذا يعني؟ التوصيف الشخصي أن تضع صورة سلبية لذاتك مستنداً على أخطائك، أما سوء التوصيف فيتضمن توصيف الآخرين بصورة سلبية متحيزة.
وتمثل الشخصنة تشوهاً إدراكياً يجعلك تضع على نفسك مسؤولية حدوث أي شيء سلبي. ولكن كيف يمكن للعلاج الإدراكي أن يعالج جميع هذه الأفكار المشوهة؟ الفصل الثاني: يحرر العلاج الإدراكي الفرد من السلوكيات الناتجة عن الأفكار المشوهة. يصاحب الاكتئاب شعور بتصديق أنك عديم القيمة، مصحوباً بصورة سلبية عن ذاتك. وما يفعله العلاج الإدراكي أنه يرفض شعورك بعدم القيمة، لأن مريض الاكتئاب يرى الأفكار المشوهة على أنها حقائق. فما هو العلاج؟ نقوم باستخدام جدول الأفكار الآلية الذي يساعدك على تحسين إحساسك بقيمتك. ويتكون الجدول من 3 أعمدة، حيث تكتب في العمود الأول الأفكار الآلية التي تنتقد فيها ذاتك، وفي العمود الأوسط تكتب التشوه الإدراكي الذي تمثله الفكرة، وفي العمود الثالث تكتب رداً موضوعياً على الأفكار الآلية في العمود الأول. مثلاً، إذا وجدت أن إطار سيارتك فارغ من الهواء، اكتب الفكرة التي ظهرت: كم أنا شخص غبي. ثم اكتب رداً منطقياً على ذلك، كأن تقول: صحيح أنه كان يجب أن أبدل الإطار، لكنني لست غبياً. يساعد العلاج الإدراكي على تحريرك من السلوكيات والمشاعر الناتجة عن التشوهات الإدراكية كالتأجيل. فعندما تشعر بالاكتئاب، قد تفقد القدرة على القيام بالكثير من الأمور، والذي يأخذك إلى عادة تأجيل، الأمر الذي يدفعك إلى التحلي بالنزعة المثالية، تلك النزعة التي تجعل من صاحبها غير متقبل لأي شيء دون المستوى المثالي، فيصل في النهاية إلى إنجاز لا شيء. ويقدم العلاج الإدراكي حلولاً عدة من بينها: تحفيز نفسك دون قهر أو إجبار، بمعنى أن تستبدل عبارات الوجوب لعمل المهام إلى عبارات رغبة واختيار. كما يعد الشعور بالذنب أحد المشاعر الناتجة عن التشوهات الإدراكية، وهو انفعال تشعر به عندما تفعل بعض الأمور، مثل عمل شيء كان من المفترض ألا تفعله، أو فشلك في عمل ما، مما يجعلك تتوهم أنك أقل شأناً من الآخرين. فالتشوه الإدراكي الذي يقودك إلى الشعور بالذنب هو الشخصنة، ويمكن لجدول الأفكار الآلية أن يساعدك على تحرير نفسك من مشاعر الذنب. من جهة أخرى، هل تستطيع التمييز بين الحزن الطبيعي والاكتئاب؟ اقتباس: المؤشر الأكثر أهمية على التعافي هو الإصرار الدائم على بذل بعض الجهد في مساعدة نفسك. الفصل الثالث: يختلف الحزن الطبيعي عن الاكتئاب. فالاكتئاب هو نتيجة تشوهات فكرية مبنية على مشكلات غير حقيقية تضخم الأحداث. أما الحزن فهو انفعال طبيعي مؤقت، ويحدث نتيجة لأحداث سلبية واقعية مثل الإفلاس أو فقدان شخص عزيز أو المرض. وهذه المشكلات لا يمكن أن تسبب اكتئاباً حقيقياً، ولا تقلل من تقدير الذات كما يفعل الاكتئاب. وما يحدث بعد الحزن من اكتئاب يكون بسبب التشوهات الفكرية. مثلاً، يصاب بعض الأشخاص بالاكتئاب عند خسارة وظائفهم، لأنهم يأخذون قيمتهم من عملهم، مثل ما فعل هال بعد أن استقال من عمله الذي يحبه. بدأ يشعر أنه إنسان بلا قيمة، وما فعلته مع هال هو أنني سألته: إذا ما خسر أحد أصدقائك صفقة كبيرة، هل ستطلق عليه لقب فاشل؟ فأجابني: لا، سأقدم له الدعم. وهنا ظهر أنه يحاكم نفسه بأحكام قاسية لا يستخدمها مع الآخرين. واقترحت عليه استخدام جدول الأفكار الآلية والردود المنطقية عليها. حينها اكتشف أن الصورة السلبية التي يضعها لنفسه ما هي إلا تشوه فكري يجعله يركز على النواحي السلبية فقط. لذا على المرء أن يدرك أبرز الافتراضات الصامتة
التي تسبب الاكتئاب بهدف تجنبها. الفصل الرابع: يسهم الكشف عن الافتراضات الصامتة في علاج الاكتئاب. ما هي الافتراضات؟ ولما سميت بالصامتة؟ إنها عبارة عن افتراضات يقوم بها مريض الاكتئاب دون أن يدرك ذلك، ويكمن خطرها في أنه يستخدمها لتحديد قيمه الشخصية، لذا فهي مسؤولة عن تقلباته المزاجية. للكشف عنها ثم علاجها، ويمكن استخدام أسلوب السهم العمودي الذي يشبه جدول الأفكار الآلية، لكن تتفرغ من كل فكرة آلية فكرة آلية أخرى، ثم يتم الرد عليها منطقياً. لنطبق سوياً، لنفرض مثلاً أن صديقك لم يتصل بك في إجازة هذا الأسبوع، حينها اكتب أفكارك بشكل تسلسلي. مثلاً: لم يتصل صديقي هذا الأسبوع رغم أنه وعدني بذلك. ثم ارسم سهماً للأسفل واكتب الفكرة الآلية التي تخطر في بالك: لماذا سأتضايق من ذلك؟ بعدها أنزل سهماً آخر، وقد تكون الفكرة التي بدرت في ذهنك أن ذلك يعني أنه لا يحبني. وبالطريقة ذاتها استمر في البحث عن مشاعرك. مثلاً: قد يكون افتراضك الصامت هو أنه إن أصبحت وحيداً ستشعر بالبؤس. أما بالنسبة إلى أبرز التوجهات الهدامة التي يستمد منها بعض الأشخاص قيمهم مسببة لهم الاكتئاب، فتشمل: إدمان الاستحسان، إذ يربط الكثير من الأشخاص قيمتهم بالاستحسان من الآخرين، وذلك ما يجعلهم يتأثرون كثيراً إذا تعرضوا لتعليق سلبي. لكن تذكر، إن أدمنت الاستحسان من الآخرين فستطلب تغذية مستمرة منهم لتشعر بقيمتك. لذلك استخدم أسلوب تحليل التكلفة والفائدة بأن تضع قائمة بفوائد وعيوب طلب الاستحسان. لقد قامت بمثل هذا التمرين امرأة تدعى سوزان، إذ كانت تشارك في جميع الأنشطة المجتمعية، وكانت تخشى رفض أي دعوة حتى لا تتعرض لاستهجان الآخرين، ولكنها اكتشفت أن عيوب إدمان الاستحسان أكثر من فوائده، وقامت بتغيير فلسفتها الشخصية. أما ثاني التوجهات الهدامة فهي النزعة المثالية. إن المثالية وهم لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع، تعرض من يلاحقها إلى الشعور بالفشل. فكل شيء مهما بدا رائعاً، إذا ما تفحصته جيداً ستدرك أنه بحاجة إلى تحسين. حاول مراقبة كل شيء حولك وسترى فيه الكثير من العيوب، مثلاً ملابس شخص ما أو تنسيق باقة زهور، ستجد دائماً طرقاً لتحسينها، أؤكد لك ذلك. أما بالنسبة إلى ثالث التوجهات، إنه إدمان الحب، إذ يظن الكثير من الأشخاص أن الحب حاجة أساسية ومرتبطة بالسعادة، لذا يدخلون في حالة اكتئاب إن لم يعثروا على هذا الحب. ولكن الحب والرفقة والزواج ليست أساساً للشعور بالسعادة وتقدير الذات، والدليل أن هناك الكثير من المتزوجين الذين يعيشون حياة بائسة ويشعرون بالاكتئاب. والآن، كيف يمكن علاج أخطر مرحلة من الاكتئاب، وهي التفكير في الانتحار؟ اقتباس: هناك شخص واحد في هذا العالم يمتلك القدرة على خذلانك وإصابتك بالإحباط. هذا الشخص هو أنت. الفصل الخامس: قد يقضي العلاج السلوكي الإدراكي على الميول الانتحارية. يفكر الكثير من مرضى الاكتئاب بالانتحار، ولا يقتصر الأمر على فئة معينة أو عمر معين أو مستوى معيشي معين، ولكن الحقيقة أنه يمكن ردع الأشخاص عن الانتحار، ولكن يجب في البداية تقييم دوافعهم. ومن العوامل التي تشير إلى ارتفاع مخاطر القيام بالانتحار أن يكون لديهم تاريخ سابق في محاولة الانتحار أو حالات الاكتئاب الشديدة. لذلك إذا انطبق عليك واحد أو أكثر من هذه العوامل، فيجب عليك طلب المساعدة من مختص فورا. بالنسبة لي،
عندما أتحدث مع شخص لديه ميول انتحارية، فإنني أحاول اكتشاف أسباب رغبته في ذلك، لأن مشكلة المكتئب هي أفكاره المشوهة وطريقة تفكيره غير الواقعية، والتي يخلط بينها وبين هويته الحقيقية، وتجعله يفقد الاهتمام بالحياة ويطلب الموت لتحريره. فمثلاً، لويس إحدى مرضاي، كانت تتلقى العلاج لدي بسبب محاولتها للانتحار، لأنها كانت تعاني من أزمة منتصف العمر، إذ كانت ترى أن حياتها لم تكن مثل ما تريد. لذلك طلبت منها أن تذكر الأمور التي أنجزتها في الحياة. أخبرتني لويس أنها ساعدت عائلتها على الهروب من الإرهاب النازي، وأنها تتحدث بعدة لغات. وحين سألتها: كيف تعتبرين نفسك لم تحققي شيئا مع كم الأشياء التي ذكرتها؟ أخبرتني أن الخروج من أوروبا كان مسألة حياة أو موت، وأن الحديث بعدة لغات ليس أمرا كبيرا، فجميع أفراد عائلتها يتكلمون لغات عدة. وهنا استطعت فهم أن لويس تحمل التشوه الإدراكي عكس الإيجابيات. لذلك استخدمت معها أسلوب لعبة الأدوار، ومثلت أنني الطبيب الذي يرى أن حياته بلا أهمية، وجعلتها ترد علي بردود منطقية. حينها استطاعت إدراك ظلمها لنفسها، وتراجعت رغبتها بالانتحار. لكن ما هي أفضل وسيلة لعلاج الاكتئاب؟ العلاج الإدراكي أم الأدوية؟ لقد أثبتت الكثير من الدراسات أن فعالية العلاج الإدراكي للمرضى لا تقل فعالية عن العلاج بالأدوية. لذا قد أستخدم الأسلوب الإدراكي وحده أو أجمع بين الأسلوبين معا، لكنني لا أعتمد على العلاج بالأدوية فقط. ففيما يتعلق باستخدام الأدوية المضادة للاكتئاب، لدي فلسفتي الخاصة، والتي تتكون من 3 نقاط. أولاً، إن لم يحقق الدواء تحسناً في الحالة المزاجية للمكتئب بعد تجربة معقولة، فإنني أوصي بالتحول إلى دواء آخر أو أسلوب آخر للعلاج. ثانياً، استخدم دواء واحداً في العلاج وليس مجموعة من الأدوية. وأخيراً، لا أدع المرضى يستمرون على الأدوية لمدة طويلة، وأبدأ بتقليل الجرعات بالتدريج. فقرة بارزة من الكتاب: حياتك عبارة عن تدفق معقد ومستمر من الأفكار والانفعالات والأفعال. وبعبارة أخرى، أنت أشبه بنهر متدفق وليس تمثالا جامدا. لذا توقف عن محاولة تعريف نفسك بأوصاف سلبية، فهي خاطئة تماما ومبالغة في التبسيط. الخاتمة: يحدث الاكتئاب بسبب أفكار مشوهة لا صلة لها بالواقع، وذلك ما يجعل العلاج الإدراكي فعالا، لأنه يعمل على الرد على أفكار المكتئب بردود منطقية تبطل وهم هذه الأفكار. حتى الحزن الطبيعي الذي يمر به الإنسان لا يسبب الاكتئاب، ولكن الأفكار المشوهة بعد حالة الحزن هي ما يسبب حالة الاكتئاب فقط. لذا فالسبيل إلى الوقاية منه يكمن بالكشف عن الافتراضات الصامتة التي يخبرها الإنسان لنفسه، والتي تجعله يربط قيمته كإنسان بالأشياء والأشخاص والأفكار. كما يساعد العلاج الإدراكي في منع أخطر مراحل الاكتئاب، وهي الميول الانتحارية. ويعد الدمج بين العلاج الطبي بالأدوية والعلاج السلوكي الوسيلة الأفضل لعلاج الاكتئاب، فلكل منهما فعاليته الخاصة، ولكن تحت إشراف طبيب مختص.